السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. واللحظة غنمشيو إلى أين؟ إلى إقليم أيت وعزة. معنا السي هشام. السلام عليكم عبد الحاج. اهلا 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 وسهلا بالرجل الفاضل السي هشام. الله يهديك الخير عبد الحاج. الرجل المتفائل، الرجل المتفائل، الرجل البشوش، الرجل مرضي مو مرضي باه ومرضي مرتو ومرضي ومرضي نسابو ومرضي الاصدقاء ديالو ومرضي كل شيء الحمد لله. الله يهديك الخير عبد الحاج، الله يكبر بك، الله يلاقينا مع الناس غير بالخير نطلب الله تعالى. اللهم امين اخويا، بارك الله فيك. كي دايره الحجه وكي دايرين الوليدات كل شيء بخير الحمد لله. الله يطول عمرك السي هشام. وكي دايرين كاع الحجاج لاباس عليهم؟ كل شيء بخير وعلى خير، نحمد الله تعالى ونشكره. يا الحمد لله ودي عبد الحاج توحشناكم. جزاك الله الف خير، جزاك الله الف خير اخويا. تبارك الله تبارك الله. كي داير الحياه عندكم بعد هذه الازمه ديال الزلزال انتم في المنطقه؟ الحمد لله، واخا تخلعنا الحمد لله على كل حال. اللهم لك الحمد، الحمد لله. اللهم لك الحمد. خبروني شي ناس تما ديك المنطقه عندكم الحمد لله كان فيها التضامن وكان فيها التكافل والحمد لله الخير كيجريو في الخير. جاو المساعدات الحمد لله من الدار البيضاء، من فاس، من مكناس، من العرايش، من وجده، من قنيطره، كل المدينه تبارك الله. تحياتي للمغاربه كل شيء الحمد لله. من طنجه حتى للقويره كل شيء الحمد لله. المغاربه متضامنين بيناتهم الحمد لله. لا اله الا الله، هذا كلشي الحمد لله. لقطة عامرة بالمساعدة هذيك المدة، الله العظيم الحمد لله كلشي مازال دروك يجي المساعدة شي حاجة مازال. سبحان الله العظيم، لا اله الا الله الحمد لله. وشانتي عامرة غير المساعدة اللي كنشوف واحد النهار غادي عمي الحاج فوق الموتور انا وكنشوف دوك المساعدة وانا زدت نبكي انايا وحق الله العظيم بالفرحة. سبحان الله العظيم، غادي انا التاريخ دمت تنشوف المساعدة وما ينزل لي الدمع غير هكاك وكنبكي بوحدي بالفرحة. فرح كنشوف سبحان الله العظيم المغاربة عندنا فيهم الخير بارك الله. الحمد لله، اللهم بارك، الحمد لله، فضل الحمد من الله. وتحياتي للمغاربه، الله ينصر سيدنا ويحفظه لنا ويطول في عمره. اللهم امين يا رب، اللهم امين. وبغيتك دير لي واحد على السي احمد العمراني لوليدات راه صيفطوا شي مساعدات ليامات موجده، صيفطوها مساكن شي ناس محسنين هنا، شي ناس فقراء الحمد لله. يا رب وفرقنا عليهم. بغيتك دير لي واحد الدعاء. الله يتقبل منكم يا رب. احمد العمراني وليداته يا رب. وواحد على البوطاير عبد الفتاح الله يخرج سيفيتو على خير. يا رب يا كريم، يا رب يا كريم اخويا. ودعي لي مع الوالدين الله يرزقهم شي حجه وعمره، والله يرزق لينا حتى حنا شي حجه والله عمره. يا ربي باذن الله، باذن الله يا رب يا كريم. عمي الحاج وسلم على لما كنسلم على المغاربه جميعا وتحياتي لهم كاملين، الله يسهل عليهم كاملين يا ربي. يا رحمن يا رحيم، بارك الله فيك اخويا. عمي الحاج بارك الله فيك، جزاك الله الف خير، جزاك الله الف خير السي هشام. كنشكروك وكانت تحيه كبيره للناس ديال ايت وعزة وترونانت وما جاورها. والحمد لله السي هشام عطانا واحد الصوره متفائله على الاحداث الاليمه التي مرت بالمغرب. زلزال الحوز كان فيه الحمد لله رب ضاره نافعه، الله سبحانه وتعالى اكرمنا بكرم التضامن وكرم التعاون وكلام والتراحم، وخلى العالم كله مشدوها امام هذه الشخصيه المغربيه اللي الفقر ماشي عيب، ولكن اللي هو مهم هو التضامن والتعاون واقتسام اللقمه مع الاخوه، والحمد لله خلق محبه وموده والفه، فالله يكمل الرجاء. كنطلب الله سبحانه وتعالى هاد الناس اللي قلتهم السي هشام، اللهم تعالى يحفظهم ويرعاهم ويبارك فيهم. الا كان عندهم المشكل ديال الفقر وديال الاحتياج، احنا دائما عندنا في العقيده ديالنا ان الفقر راه ما كاينش. لماذا؟ لان كاين الله تعالى هو الغني ذو القوة المتين. واخا يقول لك كاين الفقر، كاين الجفاف، كاين الاحتياج، هذا غير كلام اللي هو ظاهري وكلام الواقعي، وكاين ما هو فوق الواقع وفوق الظاهر وهو الحق سبحانه وتعالى موجود. الله سبحانه وتعالى اسمه الرزاق ذو القوة المتين. الله عز وجل يعطي الخير لعباده المؤمنين، والله تعالى يكرم عباده المتقين بماذا؟ بالعطاء. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فنطلب الله سبحانه وتعالى يفرج على إخواننا جميعا ويرزقهم رزقا حسنا ويبارك لهم في العطاء ديالهم، وربي سبحانه وتعالى يزيد في المدد.
زيد في المدد. والشريف اللي ذكرتيه رجل من اهل الله، من اهل السلطه اللي هو كيسعى في خدمه الناس، الله يرفع المقام ديالو. جميع هذوك الناس اللي في السلطه وفي الدرك تما تلاقيت بهم شي مره، يعني فيهم الانسانيه وفيهم الخدمه ورغم التعب والمشقه، الله يرفع المقامات ديالهم ويعطيهم الله البركه ويعطيهم الله تعالى الدرجه الرفيعه، انه سميع قريب مجيب. وهذه مناسبه نطلب الله سبحانه وتعالى يعطي للوالد والوالده ديالك واحد الحجه ان شاء الله قريبه، ان الله تعالى سميع قريب مجيب. فاللي بغى يمشي للديار المقدسه ما عليه الا ان يكثر من الدعاء وربي غادي يعطيه. وبالمناسبه هذا الاسبوع تتم القرعه، هذا الاسبوع تتم القرعه ديال الحجاج اللي غادي يمشوا للديار المقدسه. واحد المجموعه منهم ربما فرحان وسعيد لانه جاته القرعه، وكاين واحد الفئه ثانيه اللي هو كيشعر بالالام وكيشعر بالحزن لان القرعه ما جاتوش. فهذه فرصه على صعيد المملكه في جميع الاقاليم تتم القرعه. كنبغي نقول للاحباب الكرام اللي هو جاته القرعه في الحج وربح وطلع الاسم ديالو فربي كرمه، واللي ما مشاش راه هو راه كتبت له حجه، كتبت له حجه. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى أعطانا واحد القاعدة في الدين وهي أن الأعمال بالنيات. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فاللي كان غادي يمشي للحج ومشى تسجل في القرعة ودفع الوثائق ديالو وربح كتبت له الحجة، الله يتقبل منه، جاء الحجة مبرور وسعيه مشكور وذنبه مغفور وتجارته لن تبور. لكن اللي هو تسجل وبقى كيتسنى ولقى ما طلعش العام الاول العام الثاني، راه هذاك راه كتبت له الحجه. كل عام دار القرعه وما نجحش راه كتبت له حجه كامله. يوم القيامه ملي ربي غادي يجمع الاولين والاخرين في صعيد البعث والنشور غادي يقول لكل واحد منا، غادي يقول لنا اقرا كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يسكي يقرا الكتاب ديالو ووضع الكتاب. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. الصالحين واللي هما داروا القرعة ديال الحج غادي يتفاجئوا بأن في الكتاب ديالهم كل سنة داروا القرعة كتبت لهم حجة. اللي دار قرعتين كتبت له حجتان، اللي دار سبعات القرعات وما طلعش عنده سبعات الحجات، اللي دار 10 و11 كتبت له إن شاء الله تعالى عشرات الحجات وزيادة بحسب النية. إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه قاعدة في الدين. فاش كان الغزو وكان الجهاد كان النبي صلى الله عليه وسلم كيشوف دوك المجاهدين متعبين كيضربوا الطريق وكيطلعوا الجبال والفيافي، هو يقول لهم كاينين أناس معكم هما ما قطعتم من واد ولا سهل ولا مرتفع إلا كانوا معكم، هما في فراشهم منعهم المرض، ولكن كتبت لهم أنهم مع المجاهدين مع الشهداء في أعلى مقام بالنية. هذه قاعدة عندنا في الدين. لا نويتي واحد العمل صالح درتيه أو ما درتيش، ربك لا يهمه العمل ولكن يهم الله تعالى الإرادة ديالك والنية ديالك. فكل واحد دار القرعة وما نجحش بلا ما يتقلق. حتى شفت بعض الناس، حضرت لبعض الناس داروا القرعة هاد اليومين هادي وملي كيخرجوا بانهم ما نجحوش كتلقى وجههم ولا محمر ومصفر وحزين. واحد قال لي واقيلا ربي ما بغانيش، واحد السيده كتبكي قالت واقيلا انا كنشعر كانني مطروده من رحمه الله. كنقول لهم لا، بالعكس الله سبحانه وتعالى كتب لكم الحجه كامله مكموله، بلا ما سافرتوا، بلا ما وقفتوا في عرفه، بلا ما طفتوا حول الكعبه، بلا ما بتوا في ميناء، بلا ما رميتوا الجمرات، بلا ما زرتوا المدينه المشرفه، بلا ما زرتوا البقاع المقدسه نهائيا، وانتم في بيوتكم كتبت لكم الحجه. وطبعا هذه القرعه اللي كتتم الان هي راه ماشي المغرب اللي دارها، راه دارتها المملكه العربيه السعوديه. علاش؟ لان العدد ديال الناس كثير في العالم الاسلامي كله، العالم الاسلامي كله كيبغي يجي ديك البقعه، وطبعا مكه والمدينه يعني محدودين. فداروا واحد النظام كيتسمى نظام الكوطة، يعني ان كل واحد اللي بغى يمشي يعني الدوله دارت لهم في كل مليون نسمه كنديروا 1000 ديال الحجاج في كل مليون. حنا في المغرب ديالنا العزيز عندنا تقريبا واحد 40 مليون،
فعندنا في المجموع تقريبا واحد 40,000. هذا 40,000 كيتقسموا يعني تقريبا الثلثين كتاخذهم التنظيم ديال الاوقاف والشؤون الاسلاميه، وما تبقى كياخذوا الوكالات على الاسفار، كيكون واحد التنظيم ديال الكوطة. فما يمكنش نزيدوا اكثر من هذا العدد، هذا تنظيم دولي وتخضع له جميع دول العالم. ولكن امتى كتوقع القرعه؟ القرعه في الحقيقه كتوقع في السماء، في السماء الله سبحانه وتعالى في كل ليله قدر في رمضان، ليله القدر فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا. ليله القدر الله تعالى كيقدر الاقدار ديال البشر، كيقدر الرزق وكيقدر الفقر والغنى، تما كيبان في ديك الليله، والحياه والموت. هاد الناس اللي ماتوا في اقليم الحوزه هاد الزلزال راهم قدر عند الله تعالى سيقع هذا وسيكون شهداء ويختم لهم الله بالحسنى. ربي كيقدر الحياه والموت والفقر والغنى والصحه والمرض، كيقدر كل شيء، ويقدر وفد الحجاج والعمار اللي غيمشيو للحج والعمره، يتم اختيارهم واصطفائهم في السماء. في السماء يعني كاين اللي عنده المال ولكن ربي منعه، وكاين اللي ما عنده مال وربي عز وجل فتح ليه الباب. لكن باش يفتح لي الله الباب كي غندير؟ الطريقه سهله، كيعرفوها اهل الله. اللي بغى يمشي لمكه المكرمه هناك واحد الحاله ديال الجذب، كلمه لا اله الا الله هي الكلمه الطيبه، سر الوجود، مفتاح الجنه. كان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: خير ما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله. فاللي بغى يمشي لمكه المكرمه هناك واحد القوة ديال الجذب، كتقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. كتنوي تمشي لمكة، كتنوي هاد النية كتحضرها وكتقول هاد الذكر، غتلقى قوة الجذب، الله تعالى يجذبك إلى هاد البقعة المقدسة، وغتمشي معززا مكرما منعما. والمدينة المنورة قوة الجذب في الصلاة على النبي المختار: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كتبقى تقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، كتقولها وتعودها، قوة الجذب تجذبك إلى المدينة المنورة. أش غادي يوقع ملي غيجي الأجل؟ غتلقى نفسك بدون الشعور منك أن ربك عز وجل يحملك إلى هذه البقاع المقدسة، وغتعيش حياة طيبة، وتعيش في نعيم دنيوي، وتعيش في عبادة اللي هي سامية، وتشعر بالكرم الإلهي. الكرم، الله كريم، مش غير الرزاق، الله كريم أكثر من الرزاق، الكرم الذي يعطي بلا حدود سبحانه وتعالى. فكنقول الأحباب الكرام، اللي هو نجح في القرعة الله يتقبل منه، الله تعالى يوفقه باش يوصل ديك البقاع المقدسة، ويكون حجه مبرور وسعيه مشكور وذنبه مغفور وتجارته لن تبور. واللي هو ما دار القرعة المرة الأولى والثانية وكل العاشرة والحادية عشرة وكتلقى حزين، أقول له لا تحزن، إن الله معنا، لا تحزن، لقد كتبت لك 10 حجات غتلقاها يوم القيامة إن شاء الله معززا مكرما، غتكون أنت هو اللي في المقدمة، أنت أحسن من الآخرين، هنيئا لك. واللي بغي يمشي إن شاء الله تعالى ويعمل صالحة، يزيد في كلمة لا إله إلا الله، ويزيد في الصلاة على النبي المختار. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم هذه الحجات والعمرات المتتاليات. فاللهم يا رب العالمين، ندير واحد الفتحة أيها الأحباب، كما جمعتنا على أثير هذه الإذاعة في هذا المكان المبارك. اللهم رب اجمعنا قريبا في مكة المكرمة، واجمعنا في المدينة المنورة، واجمعنا فوق جبل عرفة، واجمعنا في مكة ومزدلفة، واجمعنا يا رب في البقاع المقدسة مع المؤمنين الصالحين الطيبين، وكلنا وليا ونصيرا. ويوم القيامة اجمعنا يا ربنا في جنات النعيم بجوار سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وآل بيته الطيبين الطاهرين، وأزواجه أمهات المؤمنين، وأصحابه الغر الميامين من الأنصار والمهاجرين، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسونا أولئك رفيقا. قولوا معنا جميعا أمين، آمين آمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.